صغيره وافتكاك كره وخطيره للنادي الافريقي وامكانيه لهدف التعادل. خطيره خطيره خطيره. ركله جزاء بينالتي للنادي الافريقي. حمراء على الكارت الاحمر لعبد القادر بدران. كارت احمر الترويج ثم الضغط العالي من مهاجم النادي الافريقي ادم قرب وعبد القادر بدران يعود وتتم العرقله في تقدير حكم المباراه هيثم قيرات يعلن عن ركله الجزاء ويقوم بطرد عبد القادر بدران. كره لادم مره اخرى انطلاقه بهجمه للنادي الافريقي. ادم قرب جاب العبيد قدم اكثر. كره من ادم قرب. ادم قرب يهرب. ادم يعدي. ادم يسدد. ادم قرب وكره سهله للحارس محمد صدقي الدبشي. قرب قدم شوط محترم جدا. كره انطلاقه من ادم قرب مراوغه من ادم الاولى ولا الثانيه. ادم قرب بالراس التوزيع بدون عنوان لعجلة الملابس ترجع الكره تبع العمليه التوزيع خطيره عمليه لادم قرب. ادم قرب ما خلصش على الكنة تليقه هرب من دفاعات الهلال كما تبعوا شهاب العبيدي على التوزيع ادم قرب التصويب عبد السلام الحلاوي الكنترول التصويب من يوسف اسنانه حارس عبد السلام الحلاوي يحرم مهاجم النادي الدفاع من اجل يسرى ما زالت على خطوره الروتري ادم قرب التصويب ادم قرب يعلن اولى اهداف المباراه ويعلن عن افتتاح التسجيل للنادي الافريقي اولى اهداف المباراه ومعطى جديد في المباراه في المقابله ادم قرب يعطي الافضليه ويعطي الاسبقيه للنادي الافريقي من محب عمليه خطيره من جنون النادي الافريقي ايش يعمل في 18 التصويب يتابعوا الانسجام والتفاهم بين حمدي العبيدي وادم قرب خذ الكره الروتري اللمسه من كما يجب عبد السلام الحلاوي يحط ركنيه للنادي الافريقي ركنيه تجاه حمدي العبيدي حمدي التصويب دخل الدفاع ترجع الكره وندع الحكم بطبيعه الحال لمحللين المحلل التحكيمي بطبيعه الحال لحكم الساحه مجدي بالحاج علي هل اخطا في هذه المباراه ادم قرب التصويب عبد السلام الحلاوي مميز ضربه الركنيه وهذه المتابعه التقدم والتوزيع الى ادم قرب ولكن بلال مقنم يتدخل والكره تعود الى الحارس يتدخل بالبوكس لادم قرب يتدخل طبعا بلال مقنم وسقوط ثم يخرج سريع ابعاد الكره هذا هو الساحه من رقم 7 ادم قرب الجهه اليسار في التوزيع على وسط قايملول بالراس وهدف اول في المباراه كره للقناص حمدي العبيدي في توقيت 97 دقيقه لعب في المباراه في الحصه الاضافيه الاولى من الكروس ومن القناص من الكره يعني من توزيعه ذكيه على الجهه اليسار اعتقد من غازي عبد الرزاق ومن غير ماركاج القناص سفاقس ادم قرب من الجهه اليسرى ماذا يفعل؟ ادم قرب يعمل الضغط ادم قرب ادم قرب كره ما زالت للافريقي الانطلاقه في مناطق الجزاء ادم قرب محاوله للتوزيع على الكره على مستوى القائم الثاني الخطوره في 18 ادم قرب يعمل كنترول يتدخل الدفاع امادو ولكن رجع من ادم قرب ادم يسدد الكره قرب يوزع كرة ترجع من جديد لفائدة الأفريقية